On va essayer le maximum, on va essayer de gagner le match. لكن بطبيعة الحال ماتش صعيب ولكن إن شاء الله نخرجوا من نتيجة إيجابية. ماناش مطلوبين باش نصنعوا اللعب، مطلوبين باش نفوزوا بالمباراة. تنجم تفوز بالمباراة من غير ما تصنع اللعب. لكن أون با إيسيي باش نخليو ليكيليبر نتاعنا باش ما نفقدوش التوازن وإن شاء الله نكونوا يعني غدويك النهار نتاع النجم الرياضي الساحلي اللي نجموا ننتصروا في المباراه ونرجعوا لتونس بنتيجه ايجابيه. بالطبيعه الفرصه الاخيره خاطر تعرف كان اليوم كان غدوه ما ننتصروش. الورقه التاهل ما تكونش معنا ان شاء الله، معناها الماتش هذايا نحقوا الانتصار وتخلينا في الكورسه، معناها الماتش الجاي ان شاء الله. تعرف معناها الربح هو يخليك معناها المعنويات مرتفعه. خلينا معناها نجيو لهنا مرتاحين ان شاء الله، الماتش هذا نحقق الانتصار ان شاء الله. Yeah, you know, like I said before, you have advance, you have to know how to use this advance for us. But during the game, the players they focus only in the result. They try to do the best result. If the best result win, you are playing home, you play with our fans. You play for the clubs, you do our objective to qualify in this game. If you qualify today, it's better for us. You know, there's no secret, there's no key. I think the key is a power with the group, you know. Our team play like a work team. And sometimes use some players for many reasons, for tactic, for some players in the section they play together for a long time, they train together for a long time. نظن حتكون مباراة صعبة ضد فريق النجم الساحلي، ميم حتى فريق شباب بلوزداد دوك ولات عنده الخبرة في المنافسة الإفريقية. نظن حندخلوا بكل قوة هذه المباراة باش نحققوا نتيجة إيجابية اللي تخلينا نمروا الربع النهائي. نظن احنا المباراة هذي كما قلت لك حندخلوها بكل قوة باش ما تصرعناش الغلطة تاع بيراميدز اللي كانت خاصتنا أن بوان باش نتكاليفاو. دوك احنا حندخل بكل قوه ان شاء الله باش نحققوا 3 نقاط اللي تخلينا توجور باش كما نقول لك نروحوا المباراه الترجي نلعبوها باريحيه. مباراه حاسمه، ميم احنا درناها في راسنا في رصاننا مباراه حاسمه، حتكون بالنسبه لنا احنا نهائي قبل الاوان باش نحققوا كما نقول لك نروحوا الربع النهائي كاس افريقيا.